هاي جايز، اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اما بدا هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد من قناتي اللي متابعه. اليوم بهذا الفيديو رح نلعب لعبه بيكي اكس تي. طبعا يا جماعه اجى تحديث ثاني بعد تحديث الهالوين، بس اضافوا عفوا ما فتت اضافوا شويه تعديلات، ولي انه ازالوا شويه اخطاء، وكمان اضافوا صناديق جديده. فهلا رح نروح نشوف الصناديق. لهلا انا ما كملت المهمات، تعرفوا ما في وقت ابدا. اوكي تمام، اوكي هلا بدي اروح اشوف الصناديق وورجيكم اياها، ورجيكم شو هدول الصناديق. فوت هون في ميديفال بوكس، ستاربكس، ستاربكس ستاربكس يعني ستار. هذا الصندوق شو كان اسمه، ها ستار وورز حرب النجوم. حرب النجوم الفيلم هذا روعة خرافي، كثير حلو الفيلم. فأنا اشتريت منه الهاي، واشتريت كمان واحد من سباكي بوكس. من هات الاحتماليات إذا بدكم تشوفوا، يعني أول شي خلنا أشرحكم كيف بدكم تشتروها. أعطيكم هون 10 مجوهرات، وهون 100 مجوهرة. إذا كان معكم 100 مجوهرة فوق 100 مجوهرة بتقدروا تشتروا كل هدول الأغراض ب 100 مجوهرة. 11 شخص 11 شغلة، وهون شغلة واحدة مقابل 10 مجوهرة. تمام، هلا إذا بدكم تشوفوا انت احتماليات الظهور أو قديش يعني قديش بيطلع لكم بالمية من كل الأشياء، تفوتوا هون. شايفين تفوتوا هلا على الصندوق، في هون كلمة اسمها بروبلتي انفو، تمام اضغطوا عليها بعدين رح يطلع لكم. اقل شيء انكم من المحتمى انكم تاخذوه وهي الشنطه، وبعدين بيجي الحذاء والقفازات والقبعه والبنطال والبلوزه. وهون هي انا نفسي احصل على هاي، بس ما حصلت على البنطلون تبع بس. تمام، هلا هي هلا هاي الباقه الاولى. تمام كثير حلوه هي، بس انه كثير غريبة ما بعرف ليش البس عم تضحك بس حلوة يعني. هلا بنجي ستار بوكس، هاي كثير حلوة. انا بدي احاول اجمع 100 كوينز او يعني اشحى وهيك لحتى اقدر اشتريها كلها، لانه عن جد كثير حلوة الباقة. انا كثير بحبها لانه يعني مستوحين الباقة من الفيلم نفسه ستار وورز، مشان هيك انا شفت الفيلم كثير خرافي فاشتريت منه. اشتريت اول باقة اشتريت منها هي، اشتريت مو هيك كيف شلون، اول باقه شريتها كانت هاي الباقه. تمام اوكي، احتماليات الظهور. اقل شيء العصا السحريه 2%، القفازات 4%. قفازات كثير نفسي اشتريها، اشتريتها طلع لي البنطلون عاد ما حلو ابدا طلع بس على الملابس، يعني كان نفسي تطلع لي البلوزه. اوكي هون هي استنوا ما بعرف، هي كانه هي الاضاءة، هي الكرسي هذا، هي الطاولة بظن، مو صح يمكن. اوكي هلا بدنا ننتقل للبوكس الثاني ميديفال. اوكي هاد صراحة هذا البوكس كثير سيء ما بعرف، بس بالنسبة لي انا ما بفكر اشتري، انه اول شيء هلا هي حلو ومو حلو بنفس الوقت، لانه الالوان كثير جاي هيك يعني ما بعرف كيف بدي احكيكم اياها، الالوان كثير جاي كثير سيئه، والقناع أسوأ من هاد. شو هذا القناع اللي حاط على الوش، يعني ما شريت منه ولا غرض. الاحتماليات الظهور اقل شيء جناح السحري، وبعدين بيجي الحذاء، وبعدين البلوزة، القناع، البنطلون، وهي الزهرة. وهذا الفيلم ما بعرف إذا هو كان فيلم أو لا، بس أنا إذا كان فيلم فأنا ما بكون شايفته، ما بكون شايفته. شلون هي؟ لا ما شلون هي دي أولى، ما كنت شايفته، ما شفته الفيلم. تمام أوكي، هون عروض. هاي ما شفتها أنا، هاي لا هلا هاي شو اسمه البريميوم، ك
كنت بدي اشتريها بالبداية بس ما في، شحنت مجوهرات اكثر، كنت 3 مجوهرة شريت فيها كل اغراض اللي هي. اوكي معي 5110. امبارح كنت قاعدة عم شوف الصندوق الصندوق الصناديق الصناديق، كنت عم افتحهم وطلع لي كثير مجوهرات، امبارح كلهم ورا بعضهم 5 مجوهرات 5 مجوهرات 5. تفاجأت امبارح بالليل. اوكي خلينا نشوف في بلوزة نشتريها تكون غالية. اوكي كان في، استنوا هاي، لا مو هاي، استنوا نشتري انا وحدة هاي حلوة شكلها هيك، ما بعرف حاطيها منظر كول بس ما بعرف اشتريها. استنى نشوف نشوف في عليها، في عليها شو اسمها، بنطلون. اه هذا بنطلونه. طب فينا نلبسه مع كنزة تانية؟ لا مو حلو الشعر تبعي، رجعولي شعري، هذا الشعر تبع كرويلا ما عجبني ابدا يعني. هذا احلى، ما بعرف هذا الشعر اكثر، شايفين هيك بلبق مع الشعر الطويل اكثر. اوكي رح اشتري، استنى كم بدي اشتري شغل هاي، كنت بدي اشتري، يمكن كنت بدي اشتري هاي و البلوزة تبعها، وين البلوزة هاي، يمكن بلوزة. اه يب هدول الملابس اللي كنت بدي اشتريهم، هدول هدول كثير حلوين كثير عجبوني. اه والكفوف الكفوف الكفوف كمان، وين هاد كل الكفوف، ياي كثير حلوين. شايفين شايفين هذا الكاف، ما بعرف حاسسته كثير غريب، حاسسه يعني كثير يعني هي يعني كثير كثير واقعي كثير واقعي. بدي اشتري الشنطة كمان جديدة، هاي الشنطة ورجيني بكفو، اوه ما بكفو 6000. اوكي اشتري الشنطة تكون رخيصة شوي، خلنا نشوف هاي شكل حلو على فكرة. ها هاد لا مو حلو، هاد احلى، ياي السكيلتون كثير شكله حلو. لا ما كمان بكف، ما بكف كمان، شو بدي اشتري؟ طيب طب خلي نلبس نفس الشنطة هاي، شريتها ب3 مجوهرة كثير غالية. او ماي جاد كمان ما 15 مجوهرة، لا لا السعر، لا ما انتبهت انه سعر البلوزة 15 مجوهرة. وين البلوزة بتاعي كانت فلوس، وينها هاي هاي، يمكن خلينا نشوف بكفو كمان، ما بكفو، لا يا الله ما بكفو 5500. طب هيك يعني خلص خلص، ما راح اشتري الكفوف معناتها مول، خلينا بعدين برجع للكفوف العاديين. تمام اشتريتهم، هذا الشكل الثاني، الشكل الثاني حلو صح؟ ما بعرف كم تحت التعليقات بس. جايز بكون خلص الفيديو، طبعا بتمنى لو عجبكم لايك شير سبسكرايب، وبس بشوفكم في فيديو جديد، سلام.